قال أسلم ابن الكلب. فأقول سبحان الله، شوف النية الردية، ما كان قصده أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ابتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، من باب الطرفة طبعا. مبتعث أخبرنا لما سافرنا إلى بريطانيا، قام هذا المبتعث مجتهد جزاه الله خير يدعو إلى الإسلام، ولكن في نيته شيء، يعني وجد فتاة جميلة إنجليزية بريطانية فطمع فيها يتزوجها طبعا، لكن بنية يدعوها للإسلام، فدعاها وطمع أنها إذا أسلمت يتزوجها، فذهبت هي كانت متزوجة علشان تنفصل من زوجها على بركة الله، مخطط هو علشان تنفصل ويتزوجها إن شاء الله، فذهبت هي على نيتها وأسلمت وأقنعت زوجها بالإسلام. وهو تحرى هذا المبتعث متى الجواب بكرة، متى بتجي علشان يبدأ يفسخ عقدها ويتزوجها. فماذا حصل؟ أتت وبشرت هذا المبتعث المسلم، قالت أبشرك أن زوجها، يعني زوجها دخل في الإسلام. فرجع كسيف البال مسود الوجه إلى زملائه، قالوا بشر، قال أسلم ابن الكلب. فأقول سبحان الله، شوف النية الردية، ما كان قصده أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ابتسم. موقف طريف آخر سبق أنه ذكر في بعض المواقف، نحن في فترة نحن نتحمس إلى الدراسة في الغرب ونعدها شرف، لأنهم في النمو الحضاري سبقونا بلا شك الدنيوي، مثل ما كانوا يتشرفون قبل أنهم يدرسون عندنا في الأندلس أو إسبانيا قديمة. فماذا حصل؟ يقول اثنان من جزيرتنا من مملكتنا سافرا ومكثا في لندن فترة أيام، ولكن ما أتقنوا إنجليزية.